موضوعنا اليوم مع رندا فهد عن الحبق، بس كمان بدنا نعمل شوية ريكاب عن الكوكونات. امبارح ابتدينا هذا الموضوع، مظبوط. وتيب اليوم عن كيف بدنا نتابع الضعف معك، انه كيف تيباتك صغار نقدر نحافظ على وزننا، نكون ماشيين فيهم ونحافظ على وزننا، وبالعكس نكون عم نضعف. وكمان بدي اقول للمشاهدين اذا عندكم اي سؤال تطرحوه على رندا 0444444. لكن رح بلش باول شغله. اول شغله بدنا نحكي على التيب الثالثه اللي انا وعدت المشاهدين فيها. تالت تيب هو انه ناكل الالياف. بدنا دائما نحط بعقلنا انه نحن لازم ناخذ 5 جرامات الياف على الوقعه. هلا تفاحه كبيره فيها 5 جرامات الياف، كب اوف بروكلي في 5 جرامات الياف. هلا اذا نحن اخذنا 5 جرامات الياف وقسمنا اكلتنا على كذا وقعه بالنهار، وهذا الشيء بيتضمن حتى بسناك يكون في الياف. مشان هيك انا كثير من الاشخاص وقت اعطي، اصلا كل الاشخاص وقت اعطي سناك، بعطي سناك شيء بحبوه حتى لو ما بيتضمن الياف، بس بحط معه بنفس الوقت شغله بتتضمن الياف. هيك نحن بنقدر نضمن انه اخذنا 25 جرام من الالياف يوميا. بستدي عمل بتافت يونيفرسيتي عم يعطوا، جابوا عدد كبير من النساء وخلوهم او عملوا احصاء وشافوا ان هن بيتناولوا اقل من 13 جرام من الالياف. نحن قلنا المينيموم 25. بيّنوا انه هولي كان عندهم استعداد للنصاحة بنسبة 5 مرات اكثر من الاشخاص النساء اللي كانوا عم يتناولوا الالياف. فاذا هون الالياف عم تساعدنا للضعف. هلا كيف الالياف بتساعد للضعف؟ في عدة اشياء او ميكانيزمز هون نحكي عنها، بس منا اولا نحن بنكون عم نلعوس اكثر وقت ناكل اكل فيه الياف، فهيدا الشيء بيطول اكثر. نحن بنعرف كل ما نطول اكثر بالاكل بنشبع بسرعه، بنشبع بسرعه اكثر. ثاني شغله تبين انه الالياف عم تساعد هرمونات اللي بتقولنا شبعوا انه تكون عم تشتغل بطريقه اكثر. وثالث شغله بتقول الالياف عم تشتغل بانه تريح الجهاز الهضمي بشكل انه هو مرتاح، عم يكون عم يهضم بشكل مزبوط، عم يصير في امتصاص بشكل مزبوط، والاشياء اللي نحن ما بدنا اياها عم تظهر من الجسم. هالشيء دائما كانه طريقه تنظيف بتساعدنا كمان لنكون عم نضعف. فاذا هون تناول الالياف 5 جرامات على الوقعه، يعني بدي اتناول الاشياء بالتفاح بقشرته، برجع التفاحة، الخضرة فيها ألياف، البقوليات بتحتوي كثير من الألياف. يعني كم جرام من البقوليات؟ هلأ نحن إذا عم ناخد أوقات كباية من الوان كاب، يعني من لنقول العدس اللي هو مطبوخ، بنكون عم نتناول هون مش 5 جرامات، عم نتناول بين 12 ل 15 أو 16 جرام من الألياف. فإذا هون بليز حتى الخبز القمح الكاملة، القمح الكاملة تقريبا بالأبعاد بيكون في أو جرامين، تقريبا جرامين من الالياف. يعني بالنهار اذا اكلنا رغيف صغير هيدا كمان مصدر للالياف. بس شغله اللي كثير اشخاص عم يقفوها بخافوا عمصارين وهيك هي البقوليات. بليز ما تقفوها، كلوا 1 كوب مع اكلكم مش اكثر. انا ما عم بطلب ناكل 3-4، واللي عنده نفخه بالفعل رح يصير معه نفخه، بس 1 كوب بيكون عم يساعدنا صحيا. واليوم عم بحكي اكثر يساعدنا نكون عم نضعف. تذكر هيدي اول شغله حتى نكون مقسمين الاشياء. امبارح ابتدينا موضوع الكوكونات، قلت انه بدك تختمي اليوم هالموضوع ونرجع نحكي عن الحبق. مزبوط. كنا بس شغلتين عم نقرا كثير عن حسنات جوز الهند، وكنا عم نقول انه في اشياء تبين انه هي كثير منيحه، لانه كنا عم نحكي الدهنيات المشبعه فيه هي ميديوم تشين اللي بينت انه هي اهميتها اكثر من اللونج تشين فاتي اسيد. بس كمان كل الابحاث اللي نحن عم نشوفها شوفها العلاقة بأمراض، أمراض الألزايمر، أما هو بضاعف أما هيك، هيدا مظبوط أبحاث عم تصير وأشخاص عم يعملوا تستمني عم يقولوا إنه هن ضعفوا، بس بعدها منا 100% evidence based، يعني بعد ما في دراسات بتقول على الأكيد بتاخدوا كوكونات بيبعد مرض الألزايمر. الاخر شغله كان بدي احكيها انه كنا عم نحكي عن كيف المي تبع الكوكونات بيحتوي كثير قليل وحدات حراريه، وكيف العالم بتخمن في منهم انه حليب جوز الهند هو المي، ونحن عم نقول لهم لا، هو جاي من جوز الهند الابيض اللي موجود. فهون وقت نحن عم ناخذ كوب من حليب جوز الهند، الكوب فيه 585 وحده حراريه،
فبدنا ننتبه نحن وعم نطبخ بجوز الهند. هلا انت بيحتوي على وحدات حراريه كبيره، هيدي شغله بدنا ننتبه لها. فاذا هون يمكن واحد بده ينتبه قد غدا يعني اكزاكتلي هيدي الكبايه. هلا نحن فينا نقول حطينا كوب بطبخه بالطعمه كبيرة. ست اشخاص سبع اشخاص مش هون مشكلة. بيكون الكميه صغيره، ولكن يمكن طلع له ملعقتين الشخص، بس هول بيحتوا وحدات حراريه كبيره. كمان كنا قلنا امبارح انه ملعقه اللي هي مبروشه جوز الهند تحتوي 40 وحده حراريه، الملعقه الكبيره الكبيره هي اللي بنحطها على المغلي لانه كثير عالم بيسالوني عنها، وفيها 3.7 جرامات من الفات الدهن، معظمها دهن مشبع. وزيت الكوكونات اللي هو كمان كثير عم ينحكى عنه بدي احكي بس ختاما عن قديش بيحتوي وحدات حراريه. الملعقه الكبيره فيها 117 وحده حراريه، مش اقل من هيك، وبتحتوي على معظمها كمان مثل ما قلنا دهنيات المشبعه. فهيدي حبيت فيها 14 جرام من الدهنيات المشبعه، حبيت اذكرهم. وبرجع بنهي مثل ما نهيت امبارح موضوع الجوز الهند، انه الامريكان هارت اسوسيشن بعد ما أعلنت جوز الهند ولا كزيت ولا كحليب ولا كناكله أنه هو حماية 100% للقلب، بعد هيدي دراسات عم تتم وبدنا نشوف نتيجة. بس يطلعوا النتائج بتقولي لنا إيهم 100%. حبق يلا بدي انتقل لموضوع الحبق. هلا الحبق اكيد كنا عم نحكي عن الاربس والسبايسز، نوع من الارب هو الاعشاب، وهيدي الاعشاب اللي هي عم نعرف هلا قديش هي مهمه لنا. حبيت اخذ 10 خصائص للحبق واليوم كنا عم بحكي عنهم. هلا الحبق اكيد وقت احكي عنه هي الحبقة بحد ذاتها، يعني أكثر من أنه عم بحكي عنه منشف وباودر اللي نحن بنجيبه، كمان نحن موجود عندنا ونقدر نلاقيه بسهولة الحبقة الطازة. الحبقة الطازة اكزاكتلي. هلا شغلة تانية يمكن اذكرها، صار في عندنا كثير بلبنان، كثير في منه، يعني وين ما كان صار في وفينا مزبوط. نشتري وفينا نستعمله 100%. إذا هلا بدنا نشوف الفوائد كمان بنروح نستعمله أكثر، ما هيك؟ هلا فينا ناخده على الني نكون عم ناكله، هلا رح نشوف امتى بالترتين. طيب كثير مع جبنه اكزاكتلي بندوره 100% البندوره الجبنه مع الحبق. اكيد الحبق عم ينعمل بيستو، البيستو صوص كمان فيها تستعمل، والحبق كمان فينا نغلي. فهم كمان وقت نغلي وراء الحبق هيدا شيء كثير بيكون عم يفيد. اول شغله بدي احكي عنها انه الحبق فيه الفلافونويدز اللي نحن عم نحكي هن فايتوكيميكلز، يعني مواد موجوده بالنبات اللي هي عم تكون عم تحارب الامراض. صرنا نعرف هلا الفايتوكيميكلز عم تبين اهميتهم خصوصا لحمايه القلب وحمايه الدماغ. فاذا هون فايتوكيميكلز موجودين بكثرة وهيدي شغلة كتير منيحة بالحبق. تاني شغلة انه الحبق بيساعد كتير ليوطي الحرارة وبيساعد كتير للرشح الخفيف. طيب هلا هون بدي اذكر كيف فينا نتناوله للحبق كرمال يوطي الحراره. وقت يكون في حراره عاليه نحن اللي فينا نعمله فينا نقصقص، نجيب الحبق نقصقص 3 ملاعق كبار ونكون عم نحط معهم ملعقه كبيره من حب الهيل ونكون عم نغليهم اوكي ونحطهم بلتر ونص مي. فاذا هون 3 ملاعق من الحبق الطازه نقصقصهم وملعقه كبيره من حب الهيل ونكون عم نغليهم ونحطهم بلتر ونص مي ونكون عم نشربهم خلال النهار. طبعا هون المي اللي هي هل بيعمل رياكشن مع الادويه اللي عم ناخذهم؟ هل اذا عم نتناول هالمزيج اللي عم تخبرينا عنه واذا اخذنا كمان دواء نوطي الحراره بصير في رياكشن؟ بتوطى كثير. هلا بالحقيقه نحن وقت نعمل هيك الاشخاص بيكونوا عم يحاولوا انه ما كثير يكونوا عم يتناولوا الادويه، وبكل الريسيرش اللي عملته حول الحبق مثلا او حول كل هالسبايسز والارز اللي بدي احكي عنها ما في انتر اكشن مع الادويه. فينا نعطي الاولاد؟ واكيد فينا نعطي الاولاد منهم. فاذا هون هيدي شغله لا توطي الحراره كنا عم ناخذها مع حب الهيل، لانه هلا رح ناخده مع شيء ثاني وقت عم نحكي عن موضوع ثاني. رح ناخذ اتصال. يلا. الو صباح الخير. صباح النور، تفضلي. شو هالبرنامج اللي عاملين هيدا؟ ميرسي يعطيكم العافيه. ثانك يو. الو تفضلي. الو عم نسمعك. الو عم تسمعوني؟ نعم.
حبيبتي بدي اسالك، هل اليان شرب كثرة اليانسون الصيني اللي يعني مثل النجوم بأثر على القلب، وهل الشوكولا المرة فيها كافيين؟ اوكي ميرسي. الستار انيس، الستار انيس، وهل هو بيضايق القلب؟ لا ما بيضايق القلب، بالعكس هو بيكون عم يريح من الغازات اوقات وقت نكون نحن عم نرتاح، هذا شيء ما بحط ضغط على القلب، بيكون واحد مرتاح. دائما دائما بطلب الكميات تكون كميه معتدله، يعني بولا شيء نكون عم بركي هون نفرط بركي هون شربنا 3 لترات و4 لترات، هون كمان ما بيسوى، عم نظهر المواد المعدنيه من الجسم، ما بقعد في بالانس بين البوتاسيوم والصوديوم، اكيد هيدا بالنتيجه رح يضر القلب، ولكن فنجان كل يوم فنجانين اكيد ما بتضر، بالعكس هي كثير مفيده. هل الشوكولا المر بيحتوي كافيين؟ هو لانه شوكولا مر بنقول بيحتوي كافيين اكثر من الشوكولا بالحليب، لانه كميه الكوكو باودر او بودره الكاكاو فيه هو اقوى، ولكن كميه الكافيين منا لا تقارن بكافيين اللي هو موجود بالقهوه، فما بدي خاف من الكافيين الموجود بالشوكولا. لكن حكينا عن توطية الحرارة مزبوط والحبة، مزبوط. هلا كنا عم نحكي عن جهاز المناعة، كمان تناول الحبة بيساعد جهاز المناعة بأنه بخلي هالأنتي بوديز 20% يزيدوا، هول اللي بيحاربوا وقت يفوت عنا بكتيريا والجيرمز وهيك، سو بيصير الجسم يفرز أكثر هول المواد اللي هي بتكون عم بتحاربهم، فكمان هون بيكون عم يساعد جهاز المناعة. هلا شغلة كمان رابعة، السعلة. وقتها نحن يكون عندنا سعلة وتكون عم بتضايقنا بالآخر، بيجي هون دور الحبق. دور الحبق، هل هو فيه يساعد بالسعلة؟ إيه، وهذا اللي كنت عم قوله، وقتها بدنا ناخد الحبق ليساعدنا للسعلة بدنا نزيد معه كبش قرنفل. أوكي. فهوني 10 ورقات من الحبق مع 5 حبات من كبش القرنفل، دايما عندنا بدنا نكون عم نغليهم قد ما فينا، نغلي ونرجع بعدين نخليهم بروينج، يعني نحطهم لفترة 10 دقايق وبعدين نكون عم نشرب هول بكباية. فإذا هون كرمال السالي بنحط معهم كبش قرنفل، كرمال الحرارة حطينا معهم حب الهيل. حب الهيل، أوكي. هلا كمان بنعرف إنه كتير كتير معروف عن الحبق إنه هو أنتي إنفلاماتوري، يعني ضد الالتهابات. فمشان هيك الاشخاص اللي عندهم التهابات معينه، خصوصا اللي عندهم مشكله الارثرايتس المفاصل، كثير مهم انه هن يكونوا عم ياخذوا حبق. اولا نحن وعم ناكله فينا نكون عم ناكله مرتين بالنهار، يعني نجمع لا. كم حبقه او ورقة. كم ورقه نكون عم نعلكها مرتين بالنهار، هذا شيء بيكون عم بيساعد. هلا من ناحيه ثانيه، هل نحن فينا نحطه على المحل اللي هو ملتهب؟ كمان ايه فينا نحطهم، بنحط 20 ورقة كمان بنكون عم نطحنها ونقدر نحطها مع التومرك على المحل الملتهب، كمان فيها تخفي عقدة صفراء، عقدة صفراء الالتهابات. هلا من ناحية تانية رح احكي هل فينا نشربه لحاله؟ اذا نحنا شربنا نص كباية حطينا فيها حبق 6 ورقات من الحبق على الريق قبل ما نكون اكلنا شيء، هالشي رح يساعد كرمال الكلاوي. كيف كرمال الكلى؟ بيساعد انه ما يكون في البحص يكون عم يتكون فيها. فالشخص اللي كتير اللي عنده دايما بروبليمات بحص كمان لازم يشرب، بيكون عم يشرب يعني بيهون على حاله، مزبوط، على الريق 6 ورق من الحبق مع نص كباية مي 100% نغليهم؟ بدنا نكون عم نغليهم، بدنا نكون عم مشان هيك انا عم بطلب يتقصقصوا، رح اقول لك ليش، لانه بدنا نشرب المي وناكل الورق. اوكي، مش انه نصفيها ابدا. فهيدي كمان بتكون حتى وقت الحراره كمان لازم دائما وقت ناكل الورقات هولي بيكون عم بيساعدونا اكثر. فهيدي كمان بتساعد، فهون بتساعد تقصقص البحث. طبعا عم نحكي عندنا بحث كبير وبحاجه لدواء، بحاجه للطبيب يكون عم يفتت البحث، هون وصلنا لمرحله ثانيه، بس انا بعرف اذا جسمي على طول عم يكون هالبحث، طب انا كيف يكون عم ساعده؟ هون شغله ما فيها تضر ابدا، دائما هي فيها تفيد ونكون عم نستعملها.
40 ثانية حكينا عن سبع اشياء. بدي احكي بعد بسرعة كتير منيح الحبق كرمال تنظيف الاسنان واللثة. ليش؟ لانه هو انتي بكتيريال وانتي سبتك كمان منيح، منيح لجهاز التنفس كمان. فاذا هون عم نحكي كيف هو ضد الالتهابات وكيف هو عم يحمي الجسم. فينا ناكله بطريقتين، اما ناكله ما ننسى المينيموم خلينا ناكل 10 ورقات هيك بنهار او ناكلهم عمرتين بنهار او نغليهم ونشربهم. خلص وقتنا. ميرسي رندا، نرجع منشوف فيك جمعة الجاي. الله راد مشاهدينا، وقفة ومتابعة لايف.